ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل أسماء الله حسنى، واسم الله الأعظم قيل الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وقيل الله، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقال أهل العلم، وقد سمعته من شيخنا بن باز، أن أسماء الله كلها أسماء الله الأعظم، فيها اسم الله الأعظم الحي القيوم، أي شيء من أسماء الله فهو من أسماء الله العظمى. لكن جاء في حديث أيضا رواه ابن حبان بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة يدعو بدعاء، قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فأسماء الله كلها عظمى كلها حسنى، فأنت ألح على الله سبحانه وتعالى وأبشر بالإجابة إذا أتيت بالأسباب وانتفت الموانع. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم الذي سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين، وأن تحفظنا وأن تحفظ أهلينا وولاة أمورنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.